الأمريكان قارنوها بالنسخة الأصلية اللي هي النص اللي تقدم به الاتحاد العام لتنظيم الشغل في 2016 الحكومة، والصيغة الحكومية الأخيرة المعروضة على أنظار مجلس النواب وتحديدا لجنة الفلاحة، مش نلقاو فرق كبير. الفرق هذا يعني يتعلق بالشكل وبالمضمون. في المشروع الحكومي يتم يعني إنزال يعني القانون هذا إلى قانون عادي. وقت نقول قانون عادي هو غير ملزم يعني لمكونات اللي هي التشريع نتاعها في نفس يعني الرتبة من القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن. إذن هذه النقطة الأولى فيها خلاف يعني كبير، لا سيما أن الدستور في فصل 65 وكذلك يعني هناك منشور في 2017 يتعلق بإعداد وصياغة يعني مشاريع القوانين يؤكد أن أي قانون يعني يعالج يعني الجانب التنظيمي من أي قطاع حتما يكون يعني قانون أساسي. بالنسبة للتعريف، يعني إذا كان نحيو كلمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التعريف اللي جاء في قانون الحكومي، هذا التعريف ينطبق على أي مؤسسة يعني كانت، حتى المؤسسات الخاصة اللي تشتغل بالمنطقة الربح الثانية. بالتالي أضفنا يعني مصطلح يعني هو أساسي. هل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو يتعلق بالذوات يعني المعنوية ويعني المجال النشاط نتاعه يعني واسع، ولكن عنده يعني روح وعنده أهداف. الاستراتيجية هي أهداف تنموية، يعني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو سبيل للتنمية المستدامة. كذلك في باب الأهداف، هنا يعني أنا شخصيا انفجأت لأنه عددنا في المشروع الأصلي يعني جملة من الأهداف التنموية تتعلق يعني ب يعني التشغيل ب يعني المناطق المهمشة باستيعاب القطاع يعني هو الموازي واستدراجه في المنظومه يعني المهيكله، بدءا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في العلاقه ب يعني البيئه وغيرها من الاهداف من التنمويه. مرعنا ان المشروع الحكومي اسقط تماما هذه الاهداف. هناك يعني ماخذ اخر في باب يعني الهيكله. الاتحاد عم توصل الشغل في المشروع نتاعو يعني نظم يعني قدم مشروع تنظيم هذا القطاع بما يوفر له يعني التمثيلية والوحدة. اليوم مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن هي شتات، هي شتات تشريعي وأيضا هيكلي. التعاونيات يعني وحدهم، التعاضديات يعني وحدهم، جمعيات التنمية وحدهم، جمعيات الاقتراض يعني الصغيرة وحدهم، كل يعني النسيج يعني يتعلق بالسكون ابل لانتربرينور سوسيال، يعني هالشركات التجاريه اللي هي يعني الهاجس نتاعها فهمتني والغايتها هي اجتماعيه وتنشط ثاني في هذا المجال. هذا من الكل باش يقعدوا فهمتني دون تمثيليه تذكر فهمتني. المشروع الحكومي يعني استبعد يعني تماما يعني امكانيه يعني هيكله هذا القطاع. ما أخذ يعني آخر يتعلق ب يعني منح ما يسمى بعلامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لو لابيل ايكونومي سوسيال سوليدار. هذا في النص الأصلي قلنا أي مكون يعني يحترم مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم منحه يعني علامة. هذيك تنجم تقول سيلي تيكي دونتري، فهمت؟ هذا يعني وصل يمكنه باش يستفيد من كل يعني المزايا اللي متاحة في إطار يعني منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سواء تعلق الأمر بالتمويل، بالنظام الجبائي، بيعني المرافقة، بالتأثير، بالتكوين وغيره فهمتني. وهذا شكون يقوم به؟ يقوم به الهياكل يعني مركزيين وجهويين ومحليين الممثلة ومنتخبة يعني بصفة ديمقراطية من يعني من المكونات فهمتني المعنية. المشروع الحكومي قال لك لا، اللابال يعني العلامة تسلمها يعني المصالح يعني الوزارية يعني إدارة. لا يتقدم كبديل أوحد
لي يعني المنظومة الاقتصادية يعني والاجتماعية في المنطقة ككل، بل هو جزء من البديل. شو معنى هذا؟ يعني المؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا تلغي المؤسسات العمومية ولا المؤسسات الخاصة، يعني الدورة تبقى بالقطاع العمومي متاعها وتبقى، وإحنا في مشروع اتحاد نؤكد على دور الدولة حتى تستعيد يعني ريادتها وموقعها كقاطرة للعمل التنموي في تونس. وشفنا كيف أن الدولة لما تخلت عن هذا الدور في مجال الاستثمار، في مجال يعني التشغيل، في مجال فيما يتعلق بالمرافق الاجتماعية الأساسية، وتركت المجال للسوق ولاقتصاد السوق والقطاع فهمتني الخاص، ماذا حصل؟ جاءت ثورة ذكرتنا بالكون يجب أن نرجع فهمتني لمفهوم الدولة الراعية، لأنه اللي تخلت عليهم الدولة القوى روحهم يعني أيتام، جهات وشباب وأجيال ومرافق وغيره. شكون حل محل يعني الدولة في هذا المجال؟ هو الاقتصاد الموازي. الطبيعة تأبى الفراغ، وقت الدولة تتخلى عن دورها على أساس كونه مش تسلموا يعني بش القطاع الخاص هو ينوبها، ولما القطاع الخاص لا يستجيب لهذا الدور، وشفنا الضعف الاقتصاد يعني المؤسسة الخاصة خاصة بعد الثورة فهمتني، سواء في علاقة ب يعني القطاع الموازي، سواء في علاقة ب يعني المنافسة الخارجية، سواء في علاقة ب مناخ الاستثمار بصفة عامة فهمت بعد الثورة، القطاع الخاص هو في عهد الاستبداد والاستقرار ما قامش بالدور القاطرة، فما بالنا فهمت في وضع فهمت غير مستقر. يعني القطاع الخاص اليوم متردد، ما حطش فلوسه فهمت وين يجي المنطقة متاعه منطقة ربحي، وهذا مفهوم. ولكن الفراغ اللي تتركه تركته الدولة شكون عباه؟ عباه الاقتصاد الموازي. في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما ثمش حتى استثناء لأي نشاط، كل الأنشطة سواء اقتصادية اجتماعية خدماتية في يعني كل المجالات. ولو أنه بالنسبة لتونس تاريخيا القطاع الفلاحي هو أخداء، هو مركز الثقل نجم نقوله في متاع القطاع ذاك، ولكن يعني بالنظر للديناميكية الاقتصادية ونعرف كونه يعني مناب الفلاحة في الناتج الداخلي الخام في علاقة بالخدمات يعني فرق بعيد، كذلك في متن الصناعة. بالتالي هناك يعني المهم المكونات يعني التعاضديات بصفة فهمتني خاصة هي يعني مرشحة باش تكتسح كل مجالات الأنشطة. قلنا حددنا يعني المجال الطبيعي نتاع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. قلنا في نفس الوقت هناك نسيج جديد يعني ظهر اللي هو يعني الانتربرينوريا سوسيال فهمتني، المبادرة الاقتصادية الاجتماعية اللي هم يقوم بها يعني مجموعات منظمة في إطار شركات تجارية الغاية متاعهم اجتماعي، وطالما أن الهاجس متاعه هو ليس توزيع فهمتن الأرباح، وحتى كان يوزعوا الجزء يعني الضئيل فهمتني الأساسي من الأرباح اللي حقوها يعاد استثمارها في المشروع متاعه، هذيكم مرحبا بهم، نعزز بهم يعني المجال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني باستثناء ثلاثة قطاعات. إذا كان هالمؤسسات التجارية الرأسمالية يعني بعبارة أخرى تنشط في مرافق اجتماعية أساسية اللي هي التعليم والصحة والنقل، يعني مش ممكن باش نعطيوها كل العلامة متاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الجانب التمويلي هو يعني الذراع المالي لهذا القطاع لابد أن يتوفر، كما القطاع العمومي عنده مؤسسات المالية متاعه اللي هي تمول وتكرس يعني السياسات العمومية سواء في باب السكن عن البيعش فيما يتعلق بالفلاحة أو بصفة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عام.
قطاع بالمواصفات اللي كنا نذكره وبالدور اللي مش يلعبه في امتنجان القطاعين التقليديين، لابد منطقيين باش يكون عنده الذراع المالي نتاعه، والذراع هذا هو بنك تعاضدي. شنو خاصيته البنك التعاضدي هذا؟ هو انه يكون يعني ديدي توتالمون ديدي للقطاع، هو المصدر نتاعه شكون مش يساهم فيه؟ مكونات القطاع هي مش تساهم في راس المال نتاعه، وشكون الحريف الاول يعني لهذا البنك؟ هما مكونات القطاع. دونك منه فيه هذا البنك يعني يشتغل بنفس المبادئ تاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتالي باش يراعي هو هذه المكونات اللي خذ اي مكون يمشي في مثلا اليوم البنك سواء كان عمومي او يعني تجاري، اول سؤال يعني يطرح لي يقول له اعطيني شنو الضمانات يعني باش نعطيك انا قرض قبل ما يشوف المشروع. البنك التعاضدي هذا ينظر الى المشروع والتمويل هو فهمتني يعني يكون جاهز باش يعني يقوم به، ولكن هذا بنك يعني يعمل بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولكن في نفس الوقت يراعي يعني قواعد يعني التصرف الحذر اللي نص عليها القانون البنكي، ما ثماش حتى اشكال يعني في ذلك. وهناك اصرار كبير من جانب البنك المركزي ووزاره الماليه باش يعني الوجهه نتاع القطاع الاقتصادي الاجتماعي والتضامني تكون يعني البنوك يعني المتاحه، اللي هي واحنا في المشروع الاصلي ذكرنا كونه في انتظار تركيز هذا البنك يعني طلب وقت، قلنا يتم فتح خطوط تمويل يعني خصوصيه لدى البنوك في المنتنية العمومية أو في المنتنية التجارية، ولكن هذا لا يعوض استراتيجيا يعني البنك يعني التعاضدي. اقترحنا منهجية لتوزيع المرابيح التي تحققها المكونات، يعني إذا كان يعني مؤسسة بعنوان سنة ما حققت 100 يعني أرباح، 100 هذيك يتم اقتطاع منها 15% يرصد في يعني كادخار وجوبي الى ان يوصل يعني المبلغ ذاك نصف او 50% او 100% من يعني راس المال. قلنا ونسقفوا التوزيع، يعني حقق ارباح ب 100 يا سيدي وزع 53% باش المكونات هذيك تتفرهد على مستوى فهمتني فردي، وما تبقى يعاد استثمار يعني الجزء الأكبر يعاد استثماره بصفة آلية في المؤسسة ومشقت في المؤسسة باش يضمن يعني التطور نتاعها، باش تولي الفلوس هذيك تمشي في عود يتم استهلاكها بتوزيعها، تنجم تزيد يعني في حجم الانتدابات، تنجم توسع فهمتني وتنوع في الانتاج نتاعك، تنجم تقوم ببحوث ويعني باش تطور يعني النوعية نتاع الخدمة و او المنتوج فهمتني اللي تقترحه.